يا صديق، اليوم فريق النادي الصفاقس الريادي النظيري اتجه تطاوين في الجولة 18 من الدوري التونسي على الملعب الطيب المهيري. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل تضغط زر لايك والاشتراك بالقناة وتابع معنا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب المباراة في تم الساعة 2 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة 3 بتوقيت القاهرة، والساعة 1 بتوقيت غرينيتش. وسوف تنقل وتتابع المباراة على الموقع الرسمي لفريق سي اس اس الناقل الحصري لهذه المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وشاركونا توقعاتكم من المباراة. من سوف يفوز؟ الفريق النادي الصفاقسي الريادي المستضيف مباراة اليوم أو فريق اتحاد تطاوين الضيف اليوم؟